ناخذ حل الأسئلة. السؤال الأول derivation تعريف، clipping تعريف، paradigm reduplication تعريف. نجي على السؤال الثالث، يقول name the process of word formation، انطيني اسم العملية المستخدمة. مثلا staglification العملية المستخدمة هي blending. هسه نشوف نجي على stagflation، شنو معناته stagflation؟ هاي stagflation جاية من دمج كلمتين اللي هي stagnation وinflation. inflation مضخم وstagnation ركود، صار تضخم ركودي، تضخم ركودي، اندمجن كلمتين. هذا اسم الجهاز هو يريد إيه؟ هذا شنو اسم العملية المستخدمة؟ العملية المستخدمة blending. blending نجي نعرف هو شنو، هو دمج، معنى blending هو دمج، بداية كلمة ونهاية كلمة. is the fusion هو دمج of two words كلمتين into one لتصبح واحدة. usually عادة the first part الجزء الأول اللي هو هذا stagnation هنا كلمتين، الكلمة الأولى ناخذ من عندها المقطع البداية يسموه first part الجزء الأول، الكلمة الثانية ناخذ the last part من another الكلمة الأخرى وتكون لنا كلمة. مثلا stagflation معناتها تضخم ركودي، موجودة هنا stagflation ركود وانفليشن تضخم، تضخم ركودي. ناخذ الأول استاج مع الفليشن وندمجهم يكون كلمة واحدة. هاي العملية هو يريد اسم العملية فقط اللي هو البليندينج الدمج. نجي نحل الثانية، هاي حلينا name the process سمينا العملية هي clipping. نجي على كلمة دلي، نجي على كلمة دلي. كلمة دلي موجودة هنا، كلمة دلي هنا موجودة، هاي دلي جاية من كلمة delicatessens هي اسم العملية clipping قطع. نيجي نعرف شنو معنى clipping، means cutting تعني قطع، of the beginning or the end يا أما بداية أو نهاية الكلمة، or both أو كلاهما بداية ونهاية الكلمة. leaving a part ينتركن كجزء، stand the whole ينطيج معنى الكل. the result from هذا ينتج عنه عملية اسمها clipped القطع. نيجي على delicate جاية من كلمة delicatessen موجودة هنا في نهاية الكتاب. delicatessen جاء من كلمة delicatessen قطعنا هذا، يقول يا أما نقطع الكلمة الأولى اللي تعطي معنى الكل، يعني ما حاجة نقول delicatessen، نقول بس دلي أنت راح تعطي معنى الهوم. شنو معنى هوم؟ الكلمة الكاملة. من تقولين دلي يعني انطيتي معنى الهول الكلمة الكاملة، لذلك يسموها للتخفيف عمود لا تتعبين، فهذا يسموه القطع، يسموه هذه العملية البروسيس المستخدمة هنا قطع. نرجع على الكلمة الثالثة اللي هي الليزر، شو اسم الجهاز العملية المستخدمة بكلمة ليزر؟ نيجي نعرف نطلع كلمة ليزر بالتمارين. هنا عندنا كلمة ليزر هذا الضوء اللي يحطوه بملاعب الأطفال أو بالبندقيات يسموه ليزر. ليزر هو عبارة عن شنو؟ جاي من شنو؟ هذا اسم العملية، شو يسموه هاي العملية؟ الأكرونومي إنه يطيش مثلا خمس كلمات، تاخذين الحرف الأول من كل كلمة وتكوني بمقطع. مثلا نجي نعرف الأكرونومي is the process هو عملية، الأكرونومي هو الحروف الأولى من كل كلمة. The process هو عملية whereby التي يتم من خلالها word is formed تكوين كلمة جديدة.
from the initial من بدايات or beginning نفس الشيء هم معناته initial و beginning نفس الشيء معناته بدايات segment المقاطع of succession word. Succession word الكلمات المتتابعة. مثلا شنو الكلمات المتتابعة؟ يعني هاي الكلمة تتبعها إيه هاي. نجي نقص بداياتها، مثلا الام بداية ملتري عسكرية، والبي بداية كلمة بوليس. ما نريد نقول ملتري بوليس، للتخفيف نقول ام بي. ام بي يعني إذا تروحين لأمريكا تقولي لهم ام بي راح يعني معناتها دا تقولين ملتري بوليس، القوة العسكرية. أو تقولين member of parliament، عضو بالبرلمان، تقولين MP، MP معناتها member parliament، عضو في البرلمان، موجود هنا. هسا احنا رجعنا كلمة ليزر، شنو الجهاز المستخدم؟ أكرونومي، أكرونومي، وشنو الحل ماله؟ الحل ماله موجود هنا بنهاية الكتاب. ها كلمة ليزر. لايت هو ضوء. Amplification مضخم، راح ناخذ الحرف الأول من هذا light، والأي مال amplification مضخم. Stimulation منبعث، الأس stimulation imaging الشعاع المنبعث من خلال. Radiation شعاع مضخم radiation. فهاي راح تكون لنا كلمة ليزر، تاخذين فقط البدايات مال كل الكلمات تكونين من عندها مقطع ليزر. الال مال اللايت، والاي مال المضخم امبليفيكيشن، والاي مال ستيميوليشن انبعاث الاس، والايميجن شعاع الايميجن الاي، والراديشن الشعاع المنبعث او الضوء راديشن الار. أخذنا بدايات كل كلمة، وهذا ما يعرف بالإكرونومي. صار كلمة ليزر، هي تريدش تكتبين هذين الكلمات كلتين. من تطيش كلمة ليزر هي تريد فقط اسم الجهاز، ما تريدش تكتبيهم كلهم. يعني السهولة منطيتنا يا هيك، بس أخاف تجيب لكها تقول لك مثلا صيغة السؤال تجيب لكها بهيش طريقة. مثلا صيغة السؤال من تقول لك pronounce this acronym، من تقول لك pronounce يعني اعطيني الكتابه مال الكلمه، من تقول لك name the process سمي لي العمليه تقولي لها فقط acronym. acronym اللي هو إيه هذا acronym، هي سترد بس اسم العمليه acronym، يعني ما تكتبي لها هو شنو. يعني نكمل ناخذ الكلمه اللي وراها. كلينك، كلينك هذا الصوت معناته شنو؟ الكلينك هسه نجي نطلع كلينك، طقطقة، صوت طقطقة مال الجلاسز النظارات. النظارات مو تفتحيها وتسديها مطقطق، يسموه كلينك، صوت الطقطقة مال اوف كلاسز النظارات. كلينك هذا اسم الجهاز المستخدم ايكوزم الصدى. ايكوزم الصدى، الصدى شنو تعريفه؟ الايكوزم از ذا فورميشن، هو معلومات اوف ذا وورد من الكلمة، هو الساوند التي أصواتها suggests تمثل their meaning معناها، صوتها يمثل معناها. يعني طقطقة الجامع معناتها أنه طقطقة النظارات، يعني الصوت راح يعطيك المعنى أنه هي الكلاس طقطقة الساعة، فمع ما الصوت مالها ينطيك معناها the meaning like hiss الهسيس مال الفوران. Beware. The meaning is usually sound. دائما المعنى يكون أصوات. وهاي اكتبي ويا التعريف. The meaning usually sound. هو من نايبد التعريف. وهاي ارفقيها ويا التعريف. اللي معناها تمثل أصوات. مثلا عندنا كليك. مثلا مون أنين. كليك نقر. ممر طقطقة. كوينك صوت البطاط. كوك كوك. ثاندر صوت الرعد. ويسبر همس هم هس يعني همس. لبس يعني معناته انه انتي دا تطلع ثمين. وهكذا نرجع نكمل حل الاسئلة. عندنا كلمة دبلين. دبلين احنا هذا الجهاز المستخدم انا اعرفه ديرفيشن. ديرفيشن
معناتها شنو الديرفيشن؟ هو يا اما اي ار تنحط للكلمه مقطع ديرفيشن، او بدايه الكلمه ينحط دي، يسموها الافكسز الملحقات، لها علاقه بالافكسز بالملحقات. يعني كلمه اسم تحطي له افكسز سواء بالنهايه او بالبدايه. نجي على تعريفه، ديرفيشن از ذا فورمينج، شو اسمه هو معناته اشتقاقي، يعني مشتق، ما إلى معنى لكن يكون إلى معنى من نحط الجملة، فيسموه اشتقاقي مشتق. is the forming، هو تكوين new word، كلمة جديدة. by combining، بمشاركة definitional affixes بالملحقات أو اللوحم بالبداية وبالنهاية. or bound bases، أو إضافة يكون عبارة عن esteem، يعني جذر، الجذر ماله يكون عبارة عن bound، شيء مضاف. with exciting word، وهي الكلمة الأصلية exciting word، الكلمة الأصلية بمعنى الاستيم الجذر. مثلا this advice، مو advice نصيحة، this advice هذا الديرفيشنال، this advice يعني ما ينصح. امبلين هاي مال الطيارة، الام والبلين هذا ديرفيشنال، يعني من تطيش ام بليم قولها راسا ديرفيشن اسم البروسيس العملية. هاي المنطقتنا اياها الدبلن، هي هاي المنطقتنا اياها، الدي وحد والبلين وحد، دبلين اسم العملية ديرفيشن. هاي ما موجودة بالتمارين، بالشرح، مرات تطيش كلمات ما موجودة بالتمارين، بالشرح يا نفسها الدبلن بالشرح موجودة. جريدي جشع او شره اسم العملية موجود هنا، هنا اسم العملية، اسم العملية يسموها الباج فورميشن، هو فعل، فعل تطي اضافة يتحول الى شيء اسم، مثلا سينج يغني. اول شيء نجي نعرفه تسمون، شو منا يجي التعريف. The process هي عملية just the reverse، عادة هيكلة of our customary method، هي طريقة تكوين كلمة word formation، تعطيها معلومات. whereby من خلال we begin with the verb، تبدي بفعل like speak، مثل كلمة speak تعطيها ترى ويا التعريف، تريد أمثلة اثنين لو ثلاثة، مثلا كلمة speak مو فعل، by adding راح تضيفي له er، إيش راح يصير؟ ER ضفتي له راح يصير ناون اسم، هو مو فعل، راح يصير ناون الفورم مالته، صارت سبيكر متكلم، المتكلم معناته اسم لكن سبيك يتكلم فعل، فهو إضافة تحطيها للفعل يتحول إلى اسم، هو هذا ما يعرف بعملية الباك فورميشن، إرجاع المعلومات أو خلفية المعلومات أو خلفية معلومات الكلمة. اللي انطانتنا إياها هو هذا الجريدي، طتنا كلمة جريدي. شنو اسم العملية المستخدمة هنا؟ قولي لها bug formation، هو كاتب لك the noun greedy، الجشع معناته greedy، the noun greedy الاسم جشع، bug formation ومعلومات، خلفية معلومات from adjective من الصفة greedy، هي هاي صفة مو فعل، greedy جشع، greed حولناها لاسم جشع، جشع يعني اسم، وgreedy جشع، جشع صفة وجشع اسم. يقول شطيني أربع أزواج، ندي هاي ندي، أني هنا نيد ندي، سبيد سبيدي، هو ما يريد هاي بالأسئلة، تريدش بس النوع، نوع الجهاز المستخدم. نجي على الكلمة، سخذنا قريدي، نجي لف دافي، لفي دافي هاي يسموه التكرار أو الديبليشن، الأشياء المكررة، نعم هذا اسم الجهاز المستخدم بلافي دافي، اسم الجهاز ريديوبليكيشن مضاعفة، ريديوبليكيشن مضاعفة، شنو مضاعفة؟ يعني كلمة لافي على وزنها تطين كلمة نفس الوزن، لافي دافي معناتها محبوب، لافي دافي. نيجي نعرفها الريديوبليكيشن المضاعفة أو التضعيف، is the process هو عملية forming تشكيل أو تكوين new word كلمة جديدة by doubling more vim، doubling more vim يعني اثنين more vimات. with changing مع تغيير vowel، الحرف الأول العلة تغيري، مثلا هاي مو لافي دافي، شنو المتغير بالحرف الأول اللي هو الغيرنا سوينا دي،
هو تشينج تغيير الفاول الحرف الاول اللي هو الفاول، ومرات ما يجي فاول مرات يجي صحيح، يسموه الانيشيال بالبدايه كونسوننت او صحيح، مرات يجي صحيح مو دائما، هسه هذا حرف صحيح مو عله، مو عله صحيح، هذا انيشيال كونسوننت الحرف الاول البدائي الصحيح، از مثل كلمه بو، من تعرف ننطي مثالين قال ترد مثالين ويا التعريف، بو بو التب توب، شوف الحرف الاول متغير التب والتو، الحرف الوسط هذا العله، العله هذا بالوسط متغير هنا تب توب، هانجي بانجي، هانجي بانجي البي مع الاتش، ها يقول انيشال كونسوننت اذا بالبدايه راح يكون انيشال الكونسوننت يجي بالبدايه، لكن الفاول احتمال يجي بالبدايه او بالوسط مو مهم، بس لكن الانيشال الكونسوننت فقط بالبدايه الانيشال. فافهمي التعريف او تعرفين التحليل، فهو هذا البروسيس العمليه راح تعطيك لافي دافي. شو اسم الجهاز؟ ريديوبليكيشن التضعيف. نجي نكمل حل الاسئله، وصلنا كلمة فرانكفورتر، فرانكفورتر نجي على فرانكفورتر نشوف وين هالفرانكفورتر، هنا الفرانكفورتر. اسم الجهاز المستخدم انتونوميزيا، هاي أصوات الانتونوميزيا، هي الانتونوميزيا مين ذا انفورميشن، هي معلومات of common noun عن اسم شائع. شنو الكومن ناون؟ اسم يعني مشهور، مثلا عندنا سندويش ماكدونالد، ماكدونالد اشتهرت السندويشة مالتها، فمن تريدين تروحين على مكان تقولين ماكدونالد اسم الشخص اللي صنع المكان، اشتهر المكان به، هو هذا ما يعرف بالانتونوميسيا. الاسم الشائع كومن ناون، اسم شائع اور فيرب، ربما يكون فعل فيرب اور ان ادجكتيف، الادجكتيف ربما يكون صفه، from the name راجع لمن الاسم شخص، of a person اسم شخص راجع الاسم شخص، هو اسم common noun اسم مشهور شائع بمعنى مشهور، a verb ربما يكون فعل او صفة adjective، from the name من اسم مشتق من اسم person شخص، مثلا دونالد اسم شخص، من اقول ماك دونالد يعني سندويشات دونالد اراجع الاسم الشخص اللي هو دونالد، اور بليس او راجع مو الا اسم شخص المكان، مثلا مرطبات زنبقة، زنبقة اسم المكان، نقول مرطبات زنبقة الاسم راجع على البليس على زنبقة المكان. For example the word frisbee، المقرمشات مال frisbee راجعات comes from frisbee باركر، اسم شخص اسمه فريس باركر، او مخبوزات frisbee. Bridgewater جسر الماء راجع ايضا الى اسم communication. المهم احنا عندنا هاي الكلمة فرانكفورتر، فرانك اسم ولد اسمه فرانك، فورتر ما اعرف شنو معناها، انت شوفي شنو معناها. عندنا هنا الكلمة، عندنا اخر كلمة هي كريم باف، كريمة مخفوقة كريم باف، مين جاي هاي الكريم باف؟ من هنا كريم باف جاية من هنا، هاي كريم باف. اسم الجهاز المستخدم إيكوزم صدى، أيضا إيكوزم، كريم باف خفق القشطة، من تخفقيها شنو يطلع من عندها صوت؟ صدى، إيكوزم. عرفنا الصدى من قبل إنه formation of word، هو معلومات من كلمة صوتها يمثل معناها، ينطيها معنى، اللي هو الكريم باف. اسم الجهاز المستخدم إيكوزم.